الدكتور أحمد عبد الله عبد يؤكد أن النظام البيومتري خط الشروع الأول لمنع التزوير، والاستحقاقات الانتخابية تحددها الإنجازات على الأرض. محافظ صلاح الدين يتفقد الوضع الأمني في السجلة، ويشدد على أهمية حشد الطاقات الأمنية والعشائرية للقضاء على الإرهابيين. الإطاحة بقيادي كبير في داعش بعملية أمنية في الشرقاط، واعتقال 4 آخرين في الطوز. الكاظم يعلن من أربيل أن سيادة البلاد هي خيار للعراقيين لمنع التمدد على حقوقه تحت أي مسوغات.